أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. يتوقع أن تبقى فرص الأمطار نهار يوم الجمعة، كما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية أن تبقى في أجزاء من جنوب وغرب منطقة الرياض إداريا وأقصى جنوب المنطقة الشرقية خلال يوم الجمعة، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلبها بمشيئة الله، على أن يستقر الطقس في أغلب مناطق المملكة يوم السبت. وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، تبقى المناطق الوسطى بما في ذلك العاصمة الرياض تحت تأثير كتلة هوائية أقل حرارة من المعتاد وسط أجواء لطيفة نهارا وباردة ليلا، وعلى النقيض تماما كما نشاهد المناطق الشمالية تتأثر بكتلة هوائية أدفأ بكثير من المعتاد يومي الجمعة والسبت، بحيث كما نشاهد هنا تميل درجات الحرارة للارتفاع في المناطق الشمالية يوم الجمعة وارتفاع آخر ملحوظ يوم السبت بخاصة منطقتي الجوف وتبوك. أما فيما يخص هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء نشاهد هنا هنالك احتمال لزخات من الأمطار، درجات الحرارة تصل إلى 12 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 16 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة وخلال عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة 17 نهارا 9 ليلا، انخفاض بسيط 16 نهارا يوم السبت، على أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع يوم الأحد لتصبح 21 نهارا، أيضا ارتفاع ملحوظ ما بين 11 إلى 13 درجة في درجات الحرارة الليلية في العاصمة الرياض. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا 18 إلى 9 درجات، في عرعر من 16 إلى 7 درجات، وفي تبوك من 22 إلى 10 درجات مئوية في ساعات المساء. مكة المكرمة 29 إلى 21، في المدينة المنورة من 24 إلى 16، في جدة من 30 إلى 21، وفي الطائف من 21 إلى 12 درجة مئوية في ساعات المساء. في أبها 19 إلى 10 درجات، في الباحة من 16 إلى 10 درجات، وفي جازان احتمال للأمطار من 29 إلى 22 درجة مئوية. في الدمام فرص للأمطار 21 إلى 11 درجة، في الإحساء غيوم متفرقة من 21 إلى 11، وفي حفر الباطن أجواء مشمسة من 16 درجة مئوية نهارا إلى 9 درجات في ساعات الليل. في الرياض من 17 إلى 9 درجات، في بريدة من 17 إلى 9 درجات أيضا، وفي حائل من 15 إلى 8 درجات مئوية. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.